بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم وحلقة جديدة. معكم محمد الشاعر من اي تي اوت بريك، العلم بين ايديك. النهاردة هنكمل مع بعض موديول 11. زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت ان انا ممكن يكون الموديول ده فيه شوية حاجات مش هتتشرح، وفعلا هو مش هيكون فيه حاجات كتير قوي هتتشرح يعني. طيب ليه؟ هنعرف دلوقتي. طيب تعال نقول بس الكلام اللي انا عايز اقوله. احنا في الموديول ده هنتكلم على حاجه اسمها الاي اف اس، او الانكريبتد فايل سيستم. الاي اف اس ديت وظيفتها ايه؟ اي اف اس دي وظيفتها ان هي تعمل انكريبشن للفايلز والفولدرز اللي موجوده عندك في الشير فولدر، او حتى في الجهاز بتاعك، بحيث ان محدش يعرف يفتحها الا من خلال اليوزر بتاع حضرتك. طيب القصة بتمشي ازاي؟ بتمشي ان في حاجة اسمها symmetric key. ايه symmetric key ده؟ symmetric key يعني لما تيجي تترجمها حرفيا هتلاقيها اسمها مفتاح متماثل. يعني ايه؟ عاملة زي مفتاح الشقة كده. يعني مفتاح الشقة في منه كذا نسخة، كذا فرد في العيلة معاه النسخة دي، فكل واحد معاه نسخة متماثلة من هذا المفتاح، ويقدروا يفتحوا باب الشقة ويقدروا يقفلوا. نفس القصة برضو ان هما بيعملوا مفتاح متشابه، ممكن بنفس المفتاح تعمل انكريبشن او تعمل انكريبت للفايل او الفولدر، ومن خلاله هو نفسه تقدر تعمل ديكريبت للفايل والفولدر ده. طيب ايه الحل او ايه الوضع لو الكي دوت وقع في ايد حد؟ تمام، فهيقدر هو كمان ان هو يعمل ديكريبت للفايلز اللي انا اصلا عاملها انكريبشن، فبالتالي يبقى الموضوع ده ملهوش لازمه. بيفكرني كده بالظبط بالبرامج اللي كنا بننزلها زمان علشان تقفل الفولدر بكلمه سر او بباسورد، زي مثلا برنامج اي بروتكت. كنا بنعمل الموضوع ده وكان هايل جدا، ولكن وانس ان الاوبريتنج سيستم ميبقاش موجود، يقع يعني، او ان الهارد يتوصل على جهاز اخر، فكنا بنقدر نفتح الفايلز بسهولة جدا. ده لانها معتمدة على سيمتريكي او حاجة شبيهة بهذه التقنية يعني. طيب نحميها ازاي بقى؟ قالك علشان نحميها لازم نعمل حاجة اسمها بابليك كي. البابليك كي ده هو اللي يحمي السيمتريكي، تمام، هو اللي يشفره، هو اللي يتولى تأمينه. طب المفروض ان انت راجل مذاكر ومتابع معايا، اول ما اقول لك بابليك كي يبقى المفروض ان احنا عندنا سيرتيفيكت اوثوريتي. فالقصه كلها بقى، القصه كلها ان الاي اف اس اللي هو الانكريبشن فايل سيستم بينتج حاجة اسمها فيك، اف اي كي. ايه الاف اي كي ديت؟ معناها فايل انكريبشن كي، فايل انكريبشن كي. تمام، يعني التكنولوجي اللي اسمها اي اف اس بتنتج سيمتريك كي من خلال حاجه اسمها فيك اللي هي الفايل انكريبشن كي. والفايل انكريبشن كي ده علشان يبقى متامن لازم يكون فيه بابليك كي، والبابليك كي بيتم انتاجه من خلال السيرتيفيكت اوثورتي. اذا المفروض حضرتك تكون منزل في المنشاه عندك سيرتيفيكت اوثورتي رول، ده بيكون من خلال انك ترجع بقى تاني للحلقه رقم 21 كنا بنتكلم فيها على سكيور سوكيت تانل بروتوكول، وساعتها كنا عملنا الفي بي ان based on السيرتيفيكت. تمام، فالسيرتيفيكت ساعتها تقدر تحميك من هذه الجزئيه، وفي نفس الوقت برضو لازم تعرف ازاي تعمل ريكفري للسيرتيفيكت دي في حاله انها اكسباير او ضاعت او حصل فيها اي حاجه، فالفايل ساعتها مش هيتفتح، فلازم تاخد بالك من هذه الجزئيات. ليه بقى انا مش بقول لك ان الكلام دوت يعني هيكون فيه طلصقه زي ما بقول، او فيه كلام كتير مش هيتقال؟ لان المنهج او البي دي اف بتاع مايكروسوفت بتقول ان احنا هنشرح لغايه
ازاي نعمل اي اف اس، وازاي ان احنا نعمل التكنولوجي دي، يعني التكنولوجي بتمشي ازاي او التشفير بيمشي ازاي زي ما انا قلت لحضرتك دلوقتي. رقم اتنين، ان عشان نعمل الجزئية بتاعت السيرتيفيكت فيها ورك اراوند كتير قوي. كلمة ورك اراوند يعني ان احنا محتاجة شغل كتير قوي عليها، انك تعمل انستليشن للسيرتيفيكت رول وتقشو سيرتيفيكت وتخليها تبقى ميرجد مع الاي اف اس وتتحط في البروفايل بتاع اليوزر، ففيها شغل كتير قوي محتاجة شوية وقت، وهي خصوصا ان هي بره الكورس بتاعنا. فانا اوعدكم ان شاء الله بعد الكورس هبقى انزل حلقات سبيشال كاف على جنب بتشرح المواضيع اللي احنا كنا ما ذكرناهاش، زي ما قبل كده في 410 شرحت لكم الفوليوم اكتيفيشن تول، نفس القصه برضو هنبقى نعمل شويه حلقات بهذا المنظر. طيب ايه القصه بقى بتاعت الاي اف اس ديت؟ انا عندي السيرفر بتاعي، انا عامل عليه شير فولدر. الشير فولدر افهم من هنا دي اسمه بابليك، فانا فاتحه من على ويندوز 8. ويندوز 8 فتح الشير من هنا، عامل نيو فولدر، ممكن احط فيه نيو تكست دوكمنت مثلا 2 واكتب فيها اي حاجه زي ما انا عايز، بقول له سيف. لو تلاحظ ان التكست دوكمنت الاولاني لونه اخضر، اما اللون الثاني اسود. فلو عملت رايت كليك بروبرتيز وقلت له ادفانسد انكريبت كونتنتس تو سكيور داتا وقلت له اوكي، بيقول لي انت عايز تنكريبت الفايل بس ولا الفولدر كله؟ طبعا هو الريكومندد البيرنت فولدر، ان الشير فولدر كله يتعمل له انكريبشن عشان اي حد يدخل جواه تبقى الداتا كلها انكريبتد، ولكن يمكن اكون انا مش عايز غير الفايل دوت، فاقول له انكريبت ذا فايل اونلي. اوكي. فلو تلاحظ ان لونه يتحول للون الاخضر، فاذا الجرين كولر دليل على ان الفايل اللي موجود قدامك هو فايل معمول له انكريبشن. طيب انا داخل بيوزر اسمه محمد، احنا عايزين نسويتش اليوزر ونخش بيوزر تاني. طيب انا مش لاقي مش لاقي اللوج اوف، بس ما علينا. هخش باليوزر تاني اسمه آدم، حاطط عنده نفس الشير فولدر بتاعنا نيو فولدر، هلاقي التو فايلز بتوع اليوزر اللي اسمه محمد. لو جيت فتحت اي واحد فيهم هيقول لي اكسس دينايد. طيب رايت كليك وبروبرتيز واحاول ان انا اشيل الانكريبشن ده من هنا، واقول له اوكي. هيقول لي لازم يكون معاك ادمنستريتور علشان ينفذ العمليه ديت. اذا الفايل اصبح مؤمن ضد ان حد يخش يفتحه. يعني انت دلوقتي مش محتاج ان حضرتك تروح تجيب بروجرام يحط لك باسورد على الفايل، ولكن علشان الموضوع يتعمل بشكل سليم بشكل صحيح لازم يبقى ميرجد معاه السيرتيفيكت، ولازم يتم من خلال الادمنستريتور، لان الادمنستريتور هو اللي بيبقى الريكفري ايجنت بتاع الفايل دوت. يعني لو جيت في اي وقت من الاوقات ما قدرتش ان انا افتح الفايل بتاعي، يبقى مين اللي هيعمل لك ريكفري؟ هو الادمنستريتور. فاذا لازم الموضوع يتم من خلال بوليسي،
ولازم يكون معمول بشكل كويس علشان ما يحصلش مشكلة في الفايلز. مش تفرح بقى ان الموضوع ده حلو كده وهيأمن الدنيا تجري تروح مطبقه في الشركة، لا، الموضوع محتاج ورك اراوند كتير، ومحتاج تعمله في فيرتشوال انفايرمنت عشان تتست كويس قوي، وبعد ما التست تبقى تطبقه في الريل انفايرمنت. وفعلا زي ما بقول لك كده ان شاء الله انا هبقى اشرح لكم الحلقة دي حلقة على جنب كده، حلقة تفصيلية بإذن. طبعا زي ما انتم شايفين حلقة صغيرة جدا، تقريبا احنا بنتكلم في 10 دقايق، ولكن قدرنا ان احنا نخلص موديول 11. يعني مش لازم عشان تبقى الحلقة مهمة ان انا اقعد فيها نص ساعة ولا 5 6 حلقات يعني، بس يعني انا بشرح ما هو مطلوب مني. ألقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.